بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله محاضرتنا مع المرحلة الثانية مادة Object Oriented Programming. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الفونكشنز الدوال مالتي. من شنو متكونة الدالة؟ شنو هي الدالة؟ الدالة هي نفس هالعملية، خلي أسميها العملية اللي أنت تريد تستخدمها حتى تسوي لك فتاسك معين. خلي شوي نتوسع بيها ونعرف شنو مشاكلنا، شنو اللي يواجهنا وشنو اللي ما يواجهنا. يقول لك هنا بريل وورلد، انه بالعالم الطبيعي، انه عندك البرنامج مالتك يتكون من hundreds and even thousands of lines، يحتوي لك على مئات والاف الاسطر. فاذا انت ما عندك في الطريقة انت مرتبها حتى البرنامج مالتك يشتغل ويتعدل، فبالتالي انه انت راح تجيك مشكلة اللي هي ضعف بالتنفيذ، وايضا ضياع التنفيذ جزء برنامجك صحيح بس ما يتنفذ. ليش؟ لان انت ما مرتبه بطريقة صحيحة. فلازم ترتب البرنامج مالتك وتعدله، تسويه بشكل يعني بشكل بلوكس او سب بلوكس، بحيث كل بلوك يحتوي لك على statements. هسه راح نعرف شلون. هاي اللي انا قبل شوية حجيت قلت لازم يتقسم البرنامج الها مجموعة من الاقسام، هاي اسميها models اللي هي نفسها الفانكشن. هاي الطريقة اللي انا اقسم بيها العمليات، اقسم بيها عملية الجمع مثلا، اقسم عملية الطرح، عملية الضرب، التقسيم الى اخره. هاي العملية اسميها divide and conquer. زين الفانكشن شنو هي؟ الفانكشن هي بلوك، ثم انا جاي اشيلك اياها، بلوك اوف ستيتمنتس. يعني عندي بلوك معين، وهذا البلوك يحتوي لي على شنو؟ مجموعه من الاسطر الستيتمنتس ذات بيرفورم ا سبيسيفيك تاسك، اللي هي تقدر شنو تسوي لك في التاسك معين انت تريده. يعني مثلا عمليه الجمع، اسوي لي فانكشن خاصه بعمليه الجمع بس. اسوي لي مثلا عمليه الطرح، فانكشن معينه بس لعمليه الطرح. كانما ارتب بلوك، وهذا البلوك يحتوي لي على مجموعه من الاسطر. كل سطر هذا، عفوا، كل فانكشن من هاي الفانكشنز اوديها وين؟ انفذها بالانتجر مين. عندي فانكشن رئيسيه اسميها انتجر مين، وعندي سب فانكشنز، يعني مجموعات من الفانكشنز اللي هي راح تمثل العمليات اللي انا اريد اسويها وين؟ ببرنامجي. زين ليش نستخدم الفونكشنز؟ ليش ما عندي مثلا طريقة ثانية أسويه؟ الفونكشنز هنا تسمح لك حتى تكتب كود أكثر إدارة، يعني تقدر تديره براحتك. مثلا إذا أنت مسوي لي فد برنامج وما مرتبه بشكل فونكشنز، فبالتالي لما يطلع لك فد باك معين أو خطأ معين بالكود مالتك، راح تضطر تروح لللاين حسب ما هو مراويك بالكمبايلر الغلط وين، تروح انت تدور على الغلط، واحتمال تلقى اللاين صحيح بس الغلط وين؟ فوقه او فوق من عنده. فهذا الفونكشنز تسوي لك كود يكون اكثر ادارة، وتعرف المشاكل مالته بسهولة. زين ايضا انه ما تخلي لك تعيد الستيتمنت اكثر من مرة. فرضا لو انت ما مسوي فونكشن مال جمع، سويت عملية جمع باللاين العاشر، وصلت لللاين 300، باللاين 300 ما قدرت احتاجيت السم، فبالتالي ايش راح تسوي؟ راح تعيد نفس اللاين من جديد اللي كتبته وين؟ بالعشرة، باللاين 10. فهاي ايضا مشكلة اذا انا ما مسوي الفونكشن مالتي، الكمبايلر مالتي راح يتيه، راح ساعة ينفذ هنا، ساعة يرجع ينفذ هنا، ساعة يرجع ينفذ هنا. فهذا راح يسبب لي ضعف بالبرنامج. يعني باختصار برنامج مالتك يقوم يعلق. فلازم انت عندك طريقة ترتب بيها الفونكشنز مالتك، بحيث البرنامج مالتك من يشتغل ما يصير بيه عنده مشاكل بالتأخير او ضياع بالوقت. فلازم يكون عندك شنو؟ البرنامج اسرع وافضل واكثر ادارة، تقدر تديره وتشوف المشاكل مالتك وين. ايضا يوفر لي ايزي مينتيننس، مثل ما حكيت قلت اقدر تديره بسهوله، فبالتالي تقدر تسوي صيانه على الكود مالتك بسهوله.
انه ترجع للخطأ وين موجود بيا لاين، تندله انت شلون تندله عن طريق الفونكشن اللي انت مسويها، تروح قبل هذا اللاين لهذا الفونكشن ترتبها وتعدله. بعض الملاحظات اللي تفيدك انت كمبرمج، اول وحدة don't try to cram the entire logic in one function. هنا انا شي اقول لك، لا تحاول تخلي لي كل عملياتك اللوجيك، هاي العمليات اللي انت الستيتمنتس مالتك اللي انت سويتها لا تخليها فانكشن واحده. ليش؟ لان اتس فيري باد ستايل فور بروجرامينج، هذا يسبب لك هواي امور مثل ما حكيت، ضياع بالوقت، وبالتالي راح يصير عندك مثلا البرنامج مالتك يقوم معلق. فلازم انت شنو تسوي فانكشن معينه حتى هاي تتجنب هالامور. بدلا من ذلك انستد بريك ذا بروجرام تو سمول يونتس اند رايت functions to each of these isolated subdivisions. بدلا من انه انت تخلي لك البرامج مالتك كلها وين بفانكشن واحدة، حاول تقسمها الى مجموعة من الفانكشنات. isolated معناها شنو؟ هاي isolated معناها منعزلة، حاول تخلي الفانكشن مالتك منعزلة عن الفانكشن الثاني بحيث انت بس تستدعيها حتى تسوي لك فد وظيفة معينة. Don't hesitate to write functions that are called only once. يعني أبد لت تتردد في كتابة الوظائف التي يتم استدعائها مرة واحدة. يعني لا تخلي أنت نفسك أو تخلي نفسك متردد في أنه تكتب function واحد حتى لو يحتوي لك على line واحد، حتى لو يحتوي لك على see out أو see in ما يخالف، سوي خليه function أسميه print للطباع وخلي بيه بس السي اوت مالتي، اقدر اقسمه الى سب فانكشنز. يعني مثلا هسه هذا برنامج انا طالب من عندك، جايب لك سؤال قايل لك اجمع لي الاعداد مال اجمع لي درجات الطالب واطبع لي اياها وسوي لي افريج، سوي لي معدل مالتهم همين اريده. يعني مره تجمع لي الدرجات مالته ومره شنو تسوي لي معدل هاي الدرجات. زين هنا أنا يقول لك البرنامج مالتك يكون تقسمه الى اربعة functions. مثلا انت هسه قسمته الى اربعة functions، تريد تسويها خمسة سويها خمسة براحتك حسب اللي انت تحتاجه. يقول لك هنا احنا حسب نظرتنا، يعني نظرتنا لهذا البرنامج، احنا سوينا لنا شنو اربعة functions. الفونكشن الاول سميتها get marks وخليت بيها الدرجات مال الطالب، او خليت بيها ان الطالب يدخل الدرجات مالته. سويت لي فانكشن ثانية خليتها سميتها print out، انه يقوم يطبع لي هاي الدرجات او يقوم يطبع لي العمليات اللي اجريها. سويت لي عملية سميتها summation جمع، سميتها clc sum calculate sum، اختصرتها سميتها calculate sum. هاي شو سويت؟ تجمع لي الدرجات. رجعت سويت لي مثلا هنا فانكشن رابعة سميتها شنو CLC CALC average، أمي همينا شنو calculate the average. هنا سويت تاني قسمت البرنامج مالتي إلى أربع وحدات، الوحدة الأولى جابت لي الدرجات، الوحدة الثانية جمعت لي طلعت لي الأفرج، الثالثة جمعت لي، الرابعة print out طبعت لي هاي النتائج مال الجمع والأفرج، سميتها شنو print out. راح أعيدها من جديد، قسمت البرنامج مالتي إلى أربعة أقسام. القسم الأول خليته يدخل الدرجات مالتي، القسم الثاني يجمع لي الدرجات، القسم الثالث طلع لي أفرج للسم مثلا أو طلع لي أفرج مال الطالب، الرابعة يطبع لي النتائج مال الأفرج والسم. قسمتها إلى مجموعة من اليونتس سيت أوف يونتس. هسا راح نجي نعرف الفونكشن من شنو متكونة. الفونكشن متكونة من هدر معين، هذا الهدر شو يحتوي لي؟ يحتوي لي على تايب او الفاليو تايب، يعني هنا انا شنو اريد اسويها الفونكشن مالتي، انتجار
أريد أسويها فلوت، أريد أسويها كار، شنو أريد أسويها أنا؟ هنا أنا خليت اسم للفانكشن مالتي، حطيت الفانكشن مالتي سميتها مثلا summation جمع، سميتها subtraction طرح، سميتها modulus ياخذ العدد ويشوفه قابل القسمة على اثنين او لا، بكيفي شلون انا اريد اسويه اسوي. هنا عندي بين القوسين شيء يدعى بالبارامتر ليست، راح احكي عنه بشكل بسيط، بس احنا راح بنهايه هاي المحاضره راح نعرفه اكثر. البارامتر ليست is a list of data values supplied from the calling program as input to the function. انه هو يستخدم كانبوت المن للفانكشن، شلون راح نجي نعرف. اذا الهيئه مالت الفانكشن من شنو متكونه؟ متكونه لي من الداتا تايب مالت الفانكشن مالتي، اسم الفانكشن، البارامتر اللي انا استخدمه، اكو دوال ما استخدم بها البارامتر مو مشكله عادي، ايضا شنو يتكون من قوسين اللي هو شنو البادي مالتها. هنا راح اسوي البلوك مالتي، البلوك مالتي يتكون من شنو؟ من لاينز اوف يور كود، يعني شنو الاسطر مالتك مال البرمجه اللي هو البادي مالتك اللي انت تريده حاله جمع تسويه، انتجار اكس واي وجمعهن وكذا الى اخره. زين فد مثال انه عندي هنا مثلا بارامترز موجوده دال بيها بارامترز، هنا شنو عد الاسم مالت الداله، هنا الداتا تايب مال الداله، نوع البيانات مال الداله، هنا البارامتر مال الداله، ودائما البارامتر يكون شنو نفس نوع الداله. شوف هنا داله انتجر، هنا البارامتر مالته شنو انتجر، هنا ارجع للاد هم تلقاه انتجر، البارامتر مالته همين انتجر. نقدر نخلي واحد ثاني؟ نعم نقدر، بس هسه نعرف شلون راح نقدر. عندي نوعين من الفانكشن، النوع الاول اسميه بيلت ان اللي يكون عندي ريدي ميد، ريدي ميد معناه شنو؟ مصنوع اساسا، يعني هو موجود داخل السي بلس بلس جاهز. فشنو ذن اللي عندي انا موجودات؟ مثلا انا عندي الاي بي اس، اي بي اس انه يحاول ياخذ العدد بالسالب يطلع لك اياه بالموجب ويتعامل ويا الانتجر، والريزولت الناتج اللي يطلع لك اياه انتجر. خلي احاول اطبقه بهذا البرنامج، انا هنا كاتبه اني موجود عندكم جاهز، هسه راح اراويكم اياه. انفذ، اشرح انفذه واشرح عنه، اقول لك شنو اللي بيه. مثل ما حكيت قلت هو شنو يطلب من عندك الرقم، وهذا الرقم تدخله بالسالب مثلا سالب 5 يطبع لك اياه بالموجب. انا هنا سويت عرفت المتغير، طبعت رساله قالت لي دخل الرقم، دخلت الرقم، وهنا سويت استخدمت الاي بي اس جاهزة ما يحتاج اعرفها. هسه راح نعرف شلون نعرف الداله مالتي، وخليتها وين بمتغير حتى اطبع. اذا تريد تطبع النتيجه مالتك لازم تستخدم شنو متغير تخلي بيه الفانكشن مالتك. وعندنا حاله ثانيه بعدين نشرحها همين. هسه هذا مثال تقدر تطبقه انت انك كعملي. واحد مثلا يسالني يقول استاذ انا ما عندي برنامج للفيجوال ستوديو، او ما عندي مثلا برنامج اقدر اطبق بي سي بلس بلس، راح اقول لك تفتح مالتك الويب تكتب بس سي بلس بلس كومبايلر وافتحها، يطلع لك هذا. شوفه ايش مكتوب، اونلاين سي بلس بلس كومبايلر اونلاين اديتور، بس فتحه يطلع لك فد شكل تنفيذي للكود مالتك، تنفذه من هنا. اساعدك مثلا هنا سي اوت، بس نفذه راح تطبع لك هنا سي اوت هلو وورد، طب على الانترنت من الويب مالتك تكتب اونلاين كومبايلر
وتشتغل عليه. تمام. النوع الثاني عندي User Defined Function أو Built by Programmers. هنا أنت تشتغل وأنت تسوي هاي الفونكشن، أنت تسويها، هاي اللي راح إحنا شنو ناخذها ونتعمق بها. User Defined Function تتكون من ثلاث خطوات Consist of three steps. شنو ذني؟ الخطوة الأولى أسميها function declaration. وين تنكتب؟ written before main، قبل المين أكتبها. زين. اللي هي البروتوتايب أو الهدر. قلت لكم يعني تكون عندي شنو هنا هدر. هذا أسميه declaration. زين. الخطوة الثانية function definition أو definition. written after main انه ينكتب بعد المين. calling function from the main يعني داخل المين او من المين نفسها. زين نجي هسه نعرفهم. الفانكشن ديكلاريشن نفسه هذا اللي قبل شوية حكيت، قلت هنا عندي انتجار، هنا يكون عندي الداتا تايب مالتي مال فانكشن، هنا الاسم مال الفانكشن، هنا الباراميترز قلنا. الفانكشن ديفينيشن او ديفاينيشن تكون نفس الديكلاريشن نفسه، بس هنا انا اخلي سيمي كولن، هنا انا بالنهايه اخلي سيمي كولن، هنا انا افتح قوسين واكتب الكود مالتي. اعيد الفانكشن ديكلاريشن نفس اللي حكيناه قبل شويه، يكون عندي هنا الداتا تايب مالتي، الاسم مال الفانكشن والباراميترز. الديفينيشن او الديفاينيشن اجيبه نفسه واخلي هنا وافتح قوسين واخلي بيها الكود مالتي، الكود مالتي اللي انا اريد اسوي. بعد ما سويت الفانكشن العفو، بعد ما سويت الديكلاريشن والديفاينيشن، هسه استدعي الداله اللي هو الاكتوال اللي تحتوي على الاكتوال باراميتر، بعدين نعرف شنو هو. بس تجيب اسم الدالة وتخليها وين؟ داخل الانتجر مين، مثل ما سويت انا وين بالاي بي اس. هاي هنا انا بس جبت الاسم مالته استدعيته، بس هنا حطيت لها انتجر انه خليت وياها شنو متغير معين على مود اطبع هذا المتغير. زين formal parameters والاكتوال باراميتر شنو هي؟ A list of input parameter with their data types. مثلا هنا تكتبها integer bar يساوي لي الباراميتر الاول integer x integer y. لا تركز بها هواي لان بعدين ورانا شرح عليها. الاكتوال باراميتر ليست هو الانبوت نفسه. شلون يعني؟ اني لما اسوي لي الديكلاريشن اني احاول اوضح انه انا عندي فانكشن معينه. لما اسوي الديفاينيشن اعرفها هنا واخلي الكود مالتي. الباراميتر ليست هنا وهنا يكون شيء افتراضي، يعني انا راح اقول له مثل ما حكيت هنا، قلت هنا مثلا عفوا خلينا نخليها هنا، هنا باع الاي بي اس شنو هنا من خلاله اكس باراميتر، هنا صار بشكل افتراضي يعني هذا كانما ما موجود، بس راح يقول له راح يجيك باراميتر بهالشكل هذا، قل له راح يجيك باراميتر. هذا الباراميتر الافتراضي اسميه فورمال، بس لما اجي اخلي انا هنا اكس، انا معرف اكس وخليت الاكس هنا، هذا راح يصير اكتوال يعني موجود، هذا حقيقي انا معرفه، بينما ذاك لا، انا حاول هنا لما اجي اريد اسوي الاي بي اس راح اعيدها، لما اجي اريد اسوي الاي بي اس اعطيه مثلا هنا فد اكس معين او فد متغير معين، راح اقول لك كانما راح يجيك متغير انتجر. هسه راح نعرف شلون نسوي. بس لما استخدم الاكس هنا اقول له مثلا انتجر اكس، هنا معرف اني انتجر اكس ومدخل قيمه الاكس هنا، ايش سويت انا؟ خليت اكتوال باراميتر. هسه راح نجي نعرف هن واعيدها الف مره. هسه راح نجي اعيدهن كل هذا الحكي باستخدام امثله واضحه.